وبالتأكيد هناك فرحة خاصة بيعيشها أبناء المصريين في الخارج، واللي بيكون احتفالهم لطابع مميز بين أبناء كل الجاليات. المصريين بينظموا فعاليات كتير علشان يستمتعوا في الخارج بأجواء عيد الفطر المبارك. معنا دلوقتي على التليفون الأستاذ صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في فرنسا. صباح الخير على حضرتك يا أستاذ صالح، كل سنة وحضرتك صباح طيب. صباح الفل خير. كل سنة وانتم طيبين وشعب مصر طيب، والسيد القائد ربنا يبارك لنا فيه وتكون مصر دايما على ايديه طيبة. أنا في البداية سعيدة جدا الحقيقة يعني بالسعادة اللي في صوت حضرتك ده. صباح الخير عليك، كل سنة وأنت طيب مرة تانية. وحضراتكم طيبين. يعني أعتقد كمان صوت حضرتك نقل لنا بالفعل الأجواء اللي أنتوا عايشينها خلال احتفالات العيد عندكم، صح؟ إحنا الفرحة عندنا النهاردة فرحة جميلة جدا، لأننا إحنا يعني أنا 13 سنة موجودين في بيت مصر. عارفين يعني إيه بيت مصر؟ يعني مبنى 5500 متر مربع ملك الدولة المصرية دلوقتي، كويس؟ عندنا مسجد الروضة، مسجد الروضة لغاية دلوقتي الكل يتوافد عليه من كل مكان، فرحة ما بعدها فرحة، عاملين لعب للأطفال في الباركينج أو الدراج الذي يعني أكثر من 600-700 متر مربع، عاملين فرحة للأولاد، كاتبين اهلا بالعيد، وكل يتوافد بفرحه، جايبين لهم شوكولاته، جايبين لهم بونبون، جايبين لهم كرواسون ياكلوا، حاجه فعلا اسم مصر في هذا البلد دلوقتي الكل بيتحاكى بيه. صحيح. العيد بيتحاكوا بيه. أيوه. في بيت مصر. طيب استاذ صالح، بالتاكيد اللي بره مصر ما بياخدش معاه كل اهله، بيحاول يعني زي ما بيقولوا كده يرمي نفسه مع كل اللي شبهه، فبيروح للمصريين، بيروح للعرب. كلمنا عن وجه الترابط بين ابناء الجاليه، بتروحوا مع بعض ازاي؟ بتحتفلوا مع بعض ازاي؟ وخصوصا ان الغربه مش بتبقى برضه يعني في احتفالها زي اللي بيحتفل بالعيد وسط الوطن. والله لو انت واقف مكاني كده هتبكي من الفرحه. لان فعلا من كل فج عميق بيجي لنا، من كل فج عميق، احنا في شارع كبير جدا. والكل بيأتي من الشمال، من الجنوب، من الشرق، من الغرب، الأولاد الصغيرين مبسوطين وفرحانين، المصريين عددهم كبير جدا دلوقتي وأنا شايف قدامي المنظر جميل من الفرحة. المصريين والعرب والأفارقة، كل ملة إسلامية وكل المسلمين من جميع أنحاء العالم يتوافدون إلى مسجد الروضة، فرحة ما بعدها فرحة، مش هقدر أوصف لك. لان اللي انا شايفه قدامي وكل واحد جايب معاه الجاتو، كل واحد جايب معاه كرواسون عشان الاطفال، في اخ من المغرب اهو عامل لهم حاجه جميله جدا، اكل النهارده ببلاش لكل الناس. لا بصراحه حاجه تفرح، عيد مبارك اسم مصر. والله والله اسم مصر هنا دلوقتي العالم كله بيتكلم عن كرم المصريين في رمضان وفي غير رمضان. النهارده يعني ربنا بيتكلموا على كرم المصريين. ربنا يديم يا رب المعروف بينكم ويديم لمتكم وجماعتكم كده يا استاذ صلاح. بس حضرتك عمال تقول كرواسون وبونبون وحاجات، فين استاذ صالح؟ فين البسكوت؟ فين الكحك؟ فين الحاجات دي؟ طمنا عليها وقول لنا كمان الفعاليات اللي بيتم العمل عليها. في اسر مصريه جايبه لنا دلوقتي كرواسون وجايبين كحك مصري معمول في البيوت. انا عايزه اطمن على الكحك. لا لا لا، ده عاملين كحك بملبن كمان. لا والله المصريين هنا والاولاد المصريين، لو انا هصور وابعت لكم مش هتصدقوا قد ايه الناس. والله فرحه ما بعدها فرحه بصراحه. ربنا يديم فرحتكم. فرحه جماعتنا، وطول شهر رمضان الكرم بتاع المصريين، كل يوم 200 وجبه صائم بتتعمل في مسجد الروضه. كل يوم. على فكره كمان احنا خرجنا زكاه الفطر اليومين اثنين لمصر. يعني بعتنا حوالي 500,000 جنيه يشتروا بهم حاجات ويروحوا للقرى الاكثر فقرا في بلدنا مصر، وده اللي احنا قررنا ان احنا نعمله بقالنا 4 سنين و5 سنين. زكاه الفطر هنا تطلع للغلابه اللي في مصر. وقررنا كمجلس اداره السنه دي 500,000 جنيه، السنه اللي فاتت كان حوالي 350,000 جنيه. يعني احنا بنهتم ببلدنا
وبنحب بلدنا وبنحب قائدنا وبنحب السيسي. بكلمكم بكل صراحة، هنا بلدنا فوق راسنا. طب أنا عايز أسأل عن قصة مسجد الروضة. حضرتك قلت لي 5500 متر مربع، وإن في فعاليات كتيرة بتحصل، وإن هو المركز المصري، وإن هو بيضم كل الجنسيات العربية، مغاربة، توانسة، أفارقة، بيجوا من كل فج عميق. نعم ركز لي على القصة دي، عايزين نحط تحتها كم سطر ونركز. ما هو المركز المصري؟ ما هي أبرز فعالياته؟ ما هي أبرز أنشطته؟ بيعمل إيه؟ بيخدم إزاي كل الجاليات العربية والإسلامية في الخارج؟ أقول لحضرتك حاجة، أنا 45 سنة في فرنسا، والجالية المصرية دلوقتي تزيد عن 600 ألف مصري. ما كناش نملك أي حاجة تخص المصريين في فرنسا. أول حاجة فكرنا فيها عاوزين نشتري مقر، عاوزين يكون لنا مقر كالجاليات الأخرى. فربنا سبحانه وتعالى أكرمني براجل يهودي، اشترينا منه هذا المكان وعملنا فيه مسجد روضة. المسجد يسع ل 3000 مصلي. عارف يعني إيه 3000 مصلي؟ يعني الفرحة كلها بالمسلمين. النهاردة هيكون موجود 5000 مصلي، لأن بدنا من 3 أدوار. اشترينا المكان بحوالي 180 مليون جنيه مصري. يعني عارف يعني إيه المصريين العظماء يتبرعوا. تبرعوا لشراء هذا المكان. ومعايا فضيلة الإمام من الأزهر الشريف كمان، خلي بالكم، الدكتور خالد عبد الفضيل. إمام المسجد من الأزهر، هيطبع عليكم. اهلا وسهلا، صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، كل سنه وحضرتك طيبه. كل سنه وحضرتك بخير. واسره البرنامج ومصر كلها والمسلمين في كل انحاء العالم بخير. تقبل الله منا ومنكم اللهم امين وصالح الاعمال. اللهم امين. اهلا وسهلا بحضراتكم ونرحب بيكم في مسجد الروضه، يعني مسجد كل المسلمين اولا وكل اخواننا المصريين في فرنسا وفي اوروبا بشكل عام. اهلا وسهلا بحضراتكم. اهلا بحضرتك يا فندم، يعني فرصه سعيده ان حضرتك معانا، عشان يمكن احنا بيبقى عندنا كده صوره نمطيه عن الطيور المهاجره، طيورنا المهاجره او المصريين اللي عايشين بالخارج، بنبقى مش عارفين اذا كان وصل لهم الطقوس والعادات السليمه اللي احنا بنعيشها في مصر في شهر رمضان ولا لا، بيعيشوا بالفعل كل الطقوس اللي احنا بنبقى عايشينها هنا في مصر ولا لا. عايز اعرف دور حضرتك يعني في انه نوصل هذه الطقوس للمصريين واولادهم الاجيال الجديده اللي عايشه بره. ربنا يبارك في حضرتك. وفي الحقيقه فضل الله سبحانه وتعالى، يمكن السؤال ده سؤال مهم جدا نحن نطرحه. مش في كل الاماكن ومش في كل المدن بيتيسر للمصريين او المسلمين بشكل عام انهم يعيشوا الاجواء الرمضانيه او الاجواء والمناسبات الدينيه بشكل عام، لكن نقدر نقول من حسن حظنا فضل الله سبحانه وتعالى في المدينه اللي احنا فيها، في المسجد اللي احنا فيه، فعلا يعني بشهاده الكثير من الاخوه المصريين والاخوات اللي بيجوا لنا بيشرفونا في المسجد، يقولوا ان احنا موجودين في قطعه من مصر بالفعل. اجواء رمضانيه مصريه دينيه جميله طيبه، في نوع من الاخاء، في نوع من التضامن، في نوع من الجمال الرمضاني بالنكهه المصريه اللي فضل الله سبحانه وتعالى تربينا عليها في مصرنا الحبيبه. بالتاكيد يا فندم، يعني دور الازهر معروف مش بس في مصر او حتى في الدول العربيه، ولكن ايضا في الخارج وفي اوروبا ومع كل الجاليات المصريه. احنا بنشكرك يا فندم شكر جزيل، وبنتمنى كل الفرحه وكل السعاده لاهالينا في الخارج، وبنشكر ايضا شكر موصول للاستاذ صالح فرهود رئيس الجاليه المصريه في فرنسا.